بيكم في الزيتونة. معاكم مس سهى ومعاكم مس آية. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هناخد تاني درس من سلسلة ازاي تعلمي ابنك يقرا ويكتب انجليزي من غير حفظ. احنا لحد دلوقتي عملنا 3 فيديوهات، فيديو الحاجات المطلوبة للشرح، وفيديو اصوات الحروف، وفيديو الدرس الاول. يلا بينا نبتدي الدرس التاني. اول حاجة هعملها اشغل فيديو اصوات الحروف على الاقل مرتين يوميا، بعدين ابتدي اراجع الدرس اللي فات، وبعد كده ادي الحروف الجديدة. فيديو اصوات الحروف هنلاقيه على يوتيوب في قناتنا الزتونة، انا هسيب لكم البلاي ليست في اخر الفيديو. يلا، اول حرف هو حرف الاي، صوته ا. اخلي طفلي يقول لي، يعني اكتب انا الحرف او اوري له الفلاش كارد وهو يقول لي صوته ا. تاني حرف ب، صوته ب ب. تالت حرف س، صوته ك ك. رابع حرف د، صوته د د. خامس حرف اي، صوته اي اي. سادس حرف تقريبا ده صوته اسمه اف. الحرف اللي وراه حرف الجي، صوته جا جا. اللي بعده الاتش وصوته اللي وراه الاي وصوته اي اي. ده بالنسبة للحروف اللي احنا اخدناها في الدرس الاول. ندخل بقى على الحروف بتاعة النهاردة. اول حرف اسمه جي، اسمه جي، هنطقه ازاي؟ ج ج ج ج. طيب نشوف الحرف اللي وراه كي، هنطقه ك ك ك ك. تالت حرف اسمه ال، هنطقه ل ل ل. طيب اللي وراه حرف الام، هقول م م. الحرف اللي بعده ان، هنطقه ن. طيب نرجع تاني ونعيدهم برضو للطفل لحد ما يحفظهم. اقدم له فلاش كاردز وافضل اقول اوري الشكل واقول الصوت لحد ما يدخل دماغه. الحرف ده هنطقه ازاي؟ ج ج ج ج. ك ك ك ك. ل ل ل. طيب انا اتاكدت ان طفلي خلاص عرف اشكال الحروف دي واصواتها ايه. ندخل على حاجه اسمها الفاولز، اللي هي الحروف المتحركه. الحروف المتحركه اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. عشان ابني يحفظهم اعمل الشكل ده، شكل الوش، مش هنساهم بعد كده. نشوف بقى ازاي هركب الحرفين مع بعض اللي احنا خدناهم النهاردة مع حرف متحرك من اللي احنا خدناهم برضه. اول حاجة هناخد الحرف المتحرك ايه واقول ج، اقول له صوت الحرف الاول ج، وحرف الايه بصوته ا، يبقى ج ا ج ج ج ا ج ج. طيب نشوف الحرف الثاني ك ا ك ك. اللي وراه ل ا لا 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 لا. اللي وراه م ا ما ما. اللي وراه ن ا نا نا. خلصنا على ايه؟ ندخل على الحرف المتحرك اي، اللي هو صوته ايه، صوته ايه ايه. طيب ج ايه ج ج ج ج ج ج. اوكي ج ايه ج ج. تمام ك ايه ك ك. ل ايه ل ل. م ايه م م. ن ايه ن ن. طيب خلصنا اي متحرك، ندخل على الاي متحرك. ج اي جي جي. ك اي كي كي. ل اي لي
مي ما اي مي مي نا اي ني مي تمام. نخلص افضل طبعا اعيد وازيد، الدمج مش هيجي بسهولة، لازم يبقى حافظ كويس كل حرف متحرك صوته ايه، وكمان الحروف الساكنة اللي احنا بناخدها لما ندمج مع بعض هيبتدي واحدة واحدة يعرف يقرأ. قلت لكم هسيب لكم فيديو اصوات الحروف في اخر الفيديو ده، وهسيب لكم كمان ال 12 كتاب اللي هم بتوع الباب بوكس اللي انا قلت لكم عليهم الفيديو اللي فات في الديسكريبشن بوكس تحت. اشوفكم الفيديو الجاي، لو عندكم اي استفسارات سيبوها لي تحت في الكومنتس، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. بس كده، مع السلامة.